الجزائر قدمت مشاريع لرياليزاسيون اون اوفراج دار. نشكر الباحثين والدكاتره تاع جامعه بومرداس وكل الباحثين اللي جايين من كل الولايات على المجهود اللي داروه، ونشكر السي جي او المنظمه الكونفدراليه اللي ادار العمل على هذه المبادره وتدعيم الدكاتره والباحثين الشباب باش يقدموا كمش ما نقولش كبديل الاساس، باسكو انا بالنسبه ليا كمهندسه كانجينيور جي سيفيل الاساس عندي مش البترول، سي بليتو الادويه هذه. واليو عندنا هجره الادمغه للخارج كما جابوا لنا قدمنا الكونغري هذا، قدر يجيب لنا ادمغه